اهلا احبائي الكرام، كنت منكم تكونوا بخير وعلى خير. فضلا وليس امرا انكم تعاونوا معنا وتفعلوا جرجرات باش توصلكم كل جديد عندنا باذن الله. ما تنسوش اللايك الى عجبكم المحتوى. قدر الله ما شاء، دنيا بطمة في الطريق ديالها تعرضت لواحد الحادثة. المهم نخليكم مع التصريحات ديالها، خليكم الاخير وتعرفوا كل شيء. البارح كان عندها واحد الحفل اللي في تيفلت، اللي في الاخر انها ما قدرتش انها تكون في ذاك الحفل، انها ما قدرتش تغني تما لظروف، وهالظروف هي انها تعرضت لواحد الحادثه اللي ما قدرتش انها توصلها في الوقت. ولكن ماشي انها غتوصل في الوقت، اللي يمكن لها توصل في الوقت باي طريقه. هي قالت انها تعطلت لها الطوموبيل ديالها، ولكن غير ما بغاتش تدخل على المتابعين ديالها، لان قضيه انها تعرضت لحادث. كان بامكانها انها تشوف تاكسي او لا اي واحد انه يوصلها للحفل، ولكن مع الخلعه ما قدرتش انها تكون في الحفل وانها تغني بكل عفوية وكل طلاقة، لأنها كانت مخلوعة وبزاف. خرجت بتوضيح اللي كتوضح فيه هاد الشي، ها خليكم معها وتعرفوا شنو قالت. جمهوري العزيز، بمدينة تيفل تعذر علي الوصول في الوقت المحدد للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي، وأنا في الطريق كنعتذر منكم ومن منظمي التظاهر، ونتلاقاو في فرصة قادمة إن شاء الله. هذا هو التصريح اللي خرجت دنيا، وكذلك تصريح على لسانها اللي كتعتذر للناس ديال تيفلت، لانها كانت باغا تحضر في هذا الحفل، وهي لابسه كما قالت ماكيا، يعني واجده خصها غير توصل. ولكن قدر الله ما شاء. هذا الشيء كامل لان دنيا شحال وهي مغيبه على الحفلات المهرجانات بحال هاد المهرجانات بحال هكذا، ولكن للاسف انها ما قدرتش تكون مع الناس ديال تيفلت، لانهم اول مره غيستضيفوا دنيا في ذاك المهرجان. هذا الشيء اللي وقع لها. المهم خليكم الى ملتقى اخر، مستجدات اخرى باذن الله. السلام عليكم.